قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. يا ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. الدنيا حواليس. صدعيني راسنا ما في راح صداع. شوت زكريا. ايوه عمي، اقول لك هاي المطعم اللي اشتغل فيه انت ايش اسمه؟ وردة الورود اسمه عمي، شيء كذا يعني وردة الورود. اظن وهين يكون هذا المطعم وردة الورود؟ في له افرع كثير عمي. شوف كيف هين، انا اسالك عن اللي تشتغل فيه انت، في له افرع كثير. هي صوب عمي افرع واجد، لكن المكان اللي انا اشتغل فيه قول مطرح دوك الحاله. يلا بوادي عقول، بصراحه اذا انا جلست زياده بجن. عمي عمي راح رجع رجع عملت النور رجع. وما جا فايدة بعد، ما جا فايدة. باكر
أسير بيت أخوي وبشوف زكريا. هي لازم يخلصني من هذه الورطة. المشكلة إني ما أقدر أقول حال حد من هين جبت الفلوس. تمودي الحال هذه حال مي أتعبان هذا التعب كله. والله ما أبقى في حيل ولا عقل حتى قلبي ذا الوليد قلبي. لو سمحت يا طيب تفضل. ابغى اسالك عن شخص يشتغل في هذا المكان اسمه زكريا. انت باغي الاستاذ زكريا؟ اقول له من استاذ زكريا. هو زكريا. كل انا عم صالح. انت عمه الاستاذ زكريا هو المدير هنا. تفضل يا عم صالح تفضل. معقوله؟ تفضل يا شيخ تفضل. أخذ انتفاهم كله تفاهم براحتكم ما في تفاهم الله يجازيك يا زكريا كده هتتسوي في عمك. خير نعم تفضلوا أقدر أساعدكم شيء؟ عفوا يا طيب أنت صاحب هالمنزل؟ هي نعم أنا صاحب هالمنزل. خير الحقيقة نحن جايين نسأل إذا عندكم أشياء تراثية باغي تبيعوها. أنا اسمي سعيد وصديقي اسمه مسعود. سعيد ومسعود حلو. لا واضح بس بعدني ما فهم. يعني احنا اقصد المسؤول مالنا باغي يسوي معرض الاشياء التراثيه وهذا المعرض متنقل يعني من مكان لمكان. عاد احنا اذا قلنا اذا عندك مندوس او خنجر قديم سيف حاجه من هذه الاشياء يعني. لا ما عندي هالاشياء وحتى لو عندي ما ابيعها. والله فهمتنا خطا يا طيب والله فهمتنا خطا. هذه المسائل تهم البلد والقصد منها ان الناس تتعرف عليها حتى اذا ما بغت تبيعها بناخذها منك وبنرجع لك اياها يوم يخلص المعرض. الحين فهمت بس للاسف الشديد ما عندي شيء. وبعدين بقول لكم انتم في مسقط هني صعب تحصلوا مثل هذه الاشياء. في المناطق ممكن كثير في المناطق. هي على كل حال حياك الله وما قصرت. مع السلامة. لو سمحت أبغي أسألكم سؤال. تفضل. أنا تراني إنسان باحث عن عمل يعني. أدور شغل. يا ريتكم تخبرون مسؤولكم هذا يشوف لي شغلة زينة عندك إياها إذا أمكن. تراني أنا جاهز. يعني كم تقدري نسبة القادمين من القرى من البائعين المتجولين اللي صرنا شايفينهم؟ تقريبا 40%. بس هذه العينة غير كافية وما تعتبر صحيحة إنها غير كافية لتمثيل مجتمع إحصائي. بس المشكلة كيف تقدر تجمع كل هذه المعلومات عشان توصل للعينة صحيحة؟ هذا اللي خايفة منه إني ما أوصل للحقيقة الصحيحة. بس حتى المبدأ بأن 40% في منهم 80% يملكوا مزارع في بلادهم يعني عندهم مدخول قوي لو استثمروا. أريد زكريا يسمع هذا الكلام. هذا البخور رخيص وما بزين للريحة حتى للبطن زين. شوف لكن يوم تستخدم البخور هذا ما تتغدى غدا ثقيل كما القاشع والعوال. شو مو ذا الخبز؟
انا الغلطان اصلا اليوم انفع واحد كمان انت ما يفهم. جيب واحد بس ارجوك بسرعه. تفضل بسرعه اسمعك. ان شاء الله ان شاء الله. من هذا اللي يتصل فيني؟ هذا اكيد عمي صالح جالس يدور علي ترى والله. كمال اذا ما يرد كذا يا اخي سامحني، هذا ابوي هالكني في البلد وهالكني هنا، كله بخسرني خسرني. كم حالك؟ كم؟ 4 ريال. يلا سير. تو هنا مشينا يمين شمال حتى خبرك خلنا نروح. بخور وعطور بنص ريال ربع ريال بريال حتى احنا علاج زين. يلا يا جماعة تعالوا بسرعة. فدك يا أخوي فايمة زكريا عندي لا تخاف عليه، ترى هذا مثل ولدي. علشان كذا ما رسلت عندك وقلت أخوي صالح والنعم وسبعة الآن فيه ما يقصر، بيتي مفتوح. حياها الله في أي وقت. يصير بيتنا للبلد كذا. كأني سمعت حرمة أخوي تتكلم. لا والله ما كنت أقول شيء. يلا 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 ناس يلا. كنت أقول بس يووو النجاني صداع صداع قوي في راسي. يلا 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 قلت أروح أرتاح شوية. والله يا اخوي صار مسكينه يرمن راسي تصدعني كيف. لا لا مسكينه. سير 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 يلا عن اذنك. حي الله ابو اخوي حي الله وسهلا يا اهلا فيك. اسمعني يا صالح. نعم. انا تراني متورط في هذه السالفه، سالفة الفلوس والبورصة وأنا خليت نفسي فيها، وكل من هذا الولد هذا بدور لي براسي وراس البلد كلها عظيم بورصة والفين في اليوم. والله ايش اقول لك يا اخوي، انا وحدي خسران، خسرت ثمن الارض كلها. ثمن الارض بريال ونص ريال بخور من كل مناطق السلطنه، شيء مال الشرقيه شيء مال الباطنه شيء مال صلاله مال كل مكان. ها تريد بخور بخور بخور. كم هذا؟ هذا نص ريال، هذا نص ريال، اثنين بريال، هذا واحد بريال رخيص. تعال نادية بنت عمي صالح شافتني، ايش اسوي الحين؟ لو حد ثاني غير نادية كان الشغل شوية بتكون سهلة، بس نادية معقولة انا سويت كل هذا الشيء عشان ما توصل السالفة للبلد اني اشتغل كذا؟ تراها فضيحة. الحين البلد كلها بتعرف عاد المشكلة هنا، ودي وجهي من نادية. بريال بخور بريال بنص ريال من يشتري؟ وطن رجل الأعمال. يا ساتر أبوي هنا؟ السالفة عقب تكبر. طب هذه المطعم بتشتغل فيه ما أحسن على البورصة؟ هذه بورطت عمرك ورطنا أنا معك. ما أنا يا أبوي هذا عمي هو اللي اخترنا. جينا لعبد المعين عشان يعين، لقينا عبد المعين حد باقي يعينه. هذه 100 ريال خليهم معاك وانا جالس اشتغل زين وان شاء الله بكره اعوضهم. هذا عمي سبب خسارتنا في البورصه ما انا. بس 100 ريال؟ لكن زينات بلاء اهون عن بلاء. 100 ريال من روحتي؟ انت من هذي تجيب الفلوس؟ من هذي تجيبها؟ زمان لا انا بروح. الوالد لا تخاف، ال 3000 واخذتهم منك ان شاء الله بجيبهن 10 ولا يهمك. اسكت عن ليش انا. فما لا هناك ام زكريا وحدها، وانا بصراحه ما اقدر اخليها وحدها. انا جاي اطمن على زكريا ولدي وبس، والحمد لله اني طمنت عليه. فما لا شكرا الوالد. فما لا اخوي. فما لا اخوي بيتك راح في اي وقت. حياك الله اخوي حياك الله. كنت عارفه ليش جاي. خلاص خذ ال 100 ريال شرد. زكريا. نعم عمي. تعال تعال حاضر حاضر. يا
زكريا؟ زين انك هنا. عندي مفاجأة وخصوصا حال زكريا. شوفي رايح البلد يا ريت. مالك تهدي؟ ايش فيك؟ خذيت صورة لواحد بائع متجول في الشارع، ولما دققت الصورة طلع واحد يشبه ولد عمي زكريا. الحمد لله تشبه، يا اخي يشبهني. اشوف عمي، اشوف الصورة. ايوه يشبهك. بس انا وين وانا وين؟ انا عندي ثانوية عامة. شوف شوف الاشكال. اشوف اشوف، خلنا اشوف الصورة مرة ثانية. انت وين اخذتي هالصورة؟ في اي مكان؟ مطرح. انا استاذن فلان. مطرح. فلان شهر او شهرين تصور بالعمر الكبير. لحظة يا زكريا. انت ما تقول ان عندك ثانوية عامة؟ ايوه عمي عندي ثانوية عامة. وين مخللها؟ في هذه الشنطة؟ لا عمي، مخلي الشهادة في الدرج مع الملابس. وهذه الشنطة ايش فيها؟ عمي عمي وقف! شفت انا الشنطة ايش فيها؟ هذه اخرتها يا ولد ابو زكريا؟ هذه اخرتها؟ وردة الورود ها؟ جالس تكذب علينا؟ قصر صوتك عمي الله يخليك، لا تفرح، ما اريد حد يسمعك. تكذب علي يا ولد؟ وانت تبيع بخور؟ ايش المشكلة عمي اني ابيع بخور؟ بس اعطني فرصة اشرح لك شوية. اسمعني، من باكر بالحق ابوك، ما ابغى اشوف هذا الوجه مرة ثانية. تكذب على عمك؟ عم ارجوك لا تخبر حد، في البلد اذا عرفت بتصير مشكلة علي وعليك. تصير مشكلة علي وعليك؟ أنا إيش دخلني؟ كل اللي في البلد يعرفوا إني أنا جاي عندك، رايح عند عمه صالح، رايح عند عمه صالح، كل واحد يتكلم بيقول عمه صالح ما حصل له شيء ولا شغلة إلا إنه يبيع بخور. وصلت فيك المواصيل إنك تبيع بخور؟ أنت دواك قلعين كي قلعين دواك. إيش أسوي يا عمي؟ هذا أنت شايف الحالة من متى وأنا جاي من البلد؟ صار لي فترة طويلة وجالس أدور على شغل، وكل ما أحصل شغل أشوف إن الشغل هذا ما يناسبني. صح أنا اشتغلت في مطعم، لكن والله اشتغلت فيه ساعتين، والساعتين كأنهم ساعتين. Beep!
تستعرف عمي؟ هذه الشغلة واجد زينة، تطلع لك 20-30 ريال في اليوم الواحد. أنا بعدني هذه السالفة ما داخلة في راسي. لا لا لا، أنت أكيد مخبي علي شيء. من هين جبت الفلوس؟ يلا طلع طلع طلع. عشا عمي عشا، أنا ما أخبي عليك شيء. ما تصدقني؟ خلنا نشتغل ربع أنا وأنت. ها؟ وأنا خصمنا العاد؟ على آخر عمري أبيع بخور؟ ها؟ شوف، إذا ما تكلم صدق عن الفلوس الزيادة اللي عندك، تراني والله العظيم برجعك البلد. البلد لا، أرجوك، إلا البلد. ما حلوة، لا في حقي ولا في حقك لما يعرفوا. سمعت؟ هذا يتكلم ما حلوة، أنا إيش دخلني أنا؟ تمام سارة، اليوم نلتقي في البيت، تعرفيش على ولد عمي زكريا. تمام، مع السلامة حبيبتي، يلا بقى. عمي بصراحة أنا اتذكرت شيء الحين. أنا أخذت بخور بمية ريال من عند واحد، وكان عندي 100 ريال بس أعطيتهم لأبوي، وهذا الحين يطالبني بالفلوس. آه الحين كذاك السالفة معقولة ومقبولة، بس مهمة تعطيه الخبلة، مهمة ترجع لي. عمي أنا مملك مسقط البلد. اسمع أنت، اسمع اسمع أنت، ما توك تقول رجعتك البلد ما حلوة، توعد الحين من غيرك. ما أقصد عمي، ما أقصد يعني السالفة. شوف أنا بساعدك وأسوي لك كل شيء، بس تسمع كلامي. إيش اللي أبغيه تسويه؟ أقول لك سير من هناك تسير، ما تسير ما تسير، روح ما تروح. حاضر. هي والله إن شاء الله تباني أروح ما أروح، انا رهن اشارتي. اي تراك لا ما سويت كذي بخبر عليك ابوك واهل البلد كلهم. لا عمي لا، اهل البلد انا ما اريدهم يعرفوا، كلهم كلهم اهل البلد ما اريدهم يعرفوا، حتى بنت عمي بعد نادي ما اريدها كذي. زين بيشوف. بالله عليكم بيع البخور ما احسن على البورصه؟ كيف؟ ماشي عمي ماشي. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ حوالي تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس، الدنيا حواليس. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال، بس لا يكون